هنفخر بقى اكتر للخبر اللي جاي لما نتكلم فيه بالتفصيل شويه، لان الحمد لله برضو في استفتاءات محليه هنتكلم شويه، وواحد من اكبر الاستفتاءات الموجوده حاليا واللي بيبقى على مستوى كل المجالات في مصر وبيبقى ليها تكريمات كبيره جدا وبيبقى ليها تغطيه رائعه جدا وسبونسرز تقال جدا وناس بتتابعها من الوطن العربي مش بس من الداخل، وبيبقى فيه ضيوف كمان بيجوا لنا من الوطن العربي وبيحضروا معانا، وهي حفل طبعا الفائزين بجوائز مهرجان وشوشه اللي فعلا ضم نجوم عندك الرياضه والفن والاعلام، وكان في تكريم عظيم جدا لقناه النادي الاهلي كافضل قناه رياضيه، ودي على فكره بالمناسبه مش اول سنه لينا الحمد لله رب العالمين، فزنا بيها قبل كده واستلمها طبعا كابتن ايهاب الخطيب، وتكريمي طبعا ليا الشرف وسعيده جدا بهذا التكريم لهوندس سيري كافضل مقدمه برامج وافضل اعلاميه رياضيه، يعني اعتقد ده شيء يسعدنا كلنا. وهرجع اقول تاني النجاح ما بيكونش وليد شخص لوحده، انا عشان بشتغل في منظومه ناجحه وبشتغل مع النادي الاهلي وفي حاجه اسمها جماهير النادي الاهلي اللي بتدعم واللي بتقف معاك، وشوفوا حضراتكم بس حطيت البوست على تويتر وعلى صفحاتي الناس قد ايه سعيده، والناس بجد من قلبها كان حد من بيتهم هو اللي فاز، كان حد من ابنهم بنتهم هي اللي فازت، فده شعور جميل وشعور رائع جدا، وانا ببقى سعيده. وعلى فكره ده بيحملك مسؤوليه اكبر، لان النجاح نرجع نقول سهل لكن الحفاظ عليه هو اللي صعب، وفي نفس الوقت انا قلت الجمله دي امبارح وهقولها تاني، كل من ينتمي للنادي الاهلي فهو ناجح بطبيعه الحال. التقرير معانا جاهز يا جماعه، خلينا نروح نتابع. برحب بيكم طبعا قناه النادي الاهلي الاول بيتنا، وسعيده جدا ان ده التكريم الثاني ليا مش الاول الحمد لله، على مدار يعني 3 سنين دلوقتي بتكرم مرتين، ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. مجال الرياضه زي ما كنت بقول مجال جديد، بس قصه ان انا الحمد لله ادخل مجال جديد وانجح فيه مع قناه الاهلي كمان اعتقد ده شيء كبير جدا، وعايز اشكر جماهير النادي الاهلي لان هم اللي ليهم دور كبير جدا في فوزي للمره الثانيه لافضل مذيعة رياضه، طبعا نشكرهم جدا ودايما بالتوفيق لينا جميعا وللنادي الاهلي يا رب. اهلا بيكي واهلا بكل مسؤولي ومشاهدي قناه الاهلي، القناه انا دايما بعتبرها يعني بيتي وبيت الاهلاويه كلهم. الله يبارك فيكي، والحمد لله التكريم ده بيبقى نوع من انواع التقدير اللي الواحد بينتظره علشان الاحساس بس انه في حد مقدر الجهد اللي انت بتبذليه، او في حد شايف التعب اللي انت بتعبيه، او المجهود اللي بيطلع من اجل الناس. فالتكريم ده انا ما بشوفوش فرحه بقدر ما هو حد شايف اللي انت بتعمليه، وان جهدنا ما بيروحش هدر، وان في حد بيشاور لك وبيقول لك احنا متابعينك وبنأيدك وكمل في المشوار ده. فانا بعتبره تكريم من اجل التقدير ومن اجل كمان رساله لاستكمال المشوار من نجاح لنجاح ان شاء الله لينا جميعا يا رب، والمجهود اللي الواحد فعلا بيبذله ويمكن في حاجات ما بتبانش على الهوا لكن في كواليس كتيره جدا وضغوطات وابس اند داونز ومشاكل وحاجات بتتحل وحاجات كتيره، بس الحمد لله بتترجم في الاخر ب او المجهود بيترجم بنجاح بتقدير، ده بيفرق بشكل كبير جدا. وهرجع اقول تاني كله علشان فعلا انت بتنتمي لمنظومه في الاول وفي الاخر اكيد ناجحه.